على مدى سنوات طويلة ومنذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، أولت حكومة المملكة عناية خاصة بقطاع الكهرباء ليساهم القطاع في النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد. ونتيجة للنمو الاقتصادي والعمراني، كان لابد من إيجاد كيان يواكب تطلعات هذا النمو، ليصدر مرسوم ملكي عام 1396 هجرية بتأسيس المؤسسة العامة للكهرباء، وهي أول مؤسسة حكومية تعنى بتنفيذ المشاريع الكهربائية ذات الاستثمارات الضخمة والاهتمام بإنارة المناطق غير المكهربة. ومع التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع، تأسست الشركة السعودية للكهرباء في غرة شهر محرم من العام 1421 للهجرة لتشرف على مشاريع الكهرباء بالمملكة. خلال 17 عاماً شهد قطاع الكهرباء نمواً كبيراً في جميع مؤشراته، وأصبح لدى المملكة 75 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، تعد الأكبر في المنطقة. كما شهدت محطات السعودية للكهرباء إنجازات عالمية، حيث سجلت محطة القرية المركبة أعلى كفاءة تشغيلية عالمياً. ولكي يكتمل أداء المنظومة الكهربائية، عملت السعودية للكهرباء على إنشاء شبكة نقل تصل بالخدمة الكهربائية إلى كافة أرجاء المملكة، إذ تغطي هذه الشبكة 99% من مساحة السعودية عبر 70,000 كيلومتر ونصف دائري من الكابلات. وتقدم الشركة خدمات كهربائية موثوقة لأكثر من 8.6 مليون مشترك في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة، عبر شبكة متكاملة من خطوط التوزيع تبلغ مجموع أطوالها أكثر من 586 ألف كيلومتر دائري. ولمواكبة التطور التكنولوجي في مجال الخدمات الكهربائية، عملت السعودية للكهرباء على تحويل الشبكة الكهربائية إلى نظام الشبكات الكهربائية الذكية، حيث تقوم بإنشاء عدد من مراكز التحكم الذكية في مجال شبكتي النقل والتوزيع لإدارة الأحمال الكهربائية بكفاءة عالية. ولتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمشتركين، بدأت في استبدال عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى ذكية رقمية متطورة، توفر للمشترك معلومات تفصيلية عن طبيعة استهلاكه وكميته، وتساعده على كيفية إدارته بالصورة المثلى. كما عملت على أن تكون الخدمات التي تقدمها للمشترك متاحة له إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيقات الهواتف المحمولة. إضافة إلى ذلك، تعمل السعودية للكهرباء على تحويل مكاتب خدمات المشتركين التقليدية لمكاتب ذكية تعتمد على الطابع الرقمي والتقني والتواصل بفعالية مع المشترك، حيث ستقدم هذه المكاتب خدماتها على مدار الساعة. ولتقديم خدمات مميزة للمشتركين، خصصت أكثر من 800 موظف وموظفة للرد على اتصالاتهم على مدار الساعة، مزودين بأحدث وسائل التواصل مع مراكز خدمة المشترك ومراكز العمليات بالمملكة. اهتمام بالغ توليه الشركة لمواردها البشرية، حيث تعمل على تحفيز منسوبيها وشحذ هممهم وجعلهم قادرين على الارتقاء بمستوى الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية. لدى الشركة منظومة تدريبية عالية المستوى من خلال 7 معاهد لتأهيل وتدريب الخريجين، ومنذ عام 1981 تخرج من تلك المعاهد أكثر من 18,610 خريجاً، وتفخر بأن لديها واحدة من أعلى نسب توطين الوظائف بين الشركات الكبرى في المملكة، إذ تبلغ نسبة السعوديين بها 89% من بينهم أكثر من 21,000 مهندس وفني. ولتطوير كوادر الشركة من السعوديين، تم وضع خطة لإعداد القيادات وتطويرها إدارياً وفكرياً من خلال المركز التنفيذي لتطوير القياديين، والذي أسس وفق أحدث الأساليب والتقنيات
وتعاقدنا لذلك مع شركات عالمية متخصصة لتقديم برامج تخصصية لتطوير القادة وإعدادهم، لكي يكونوا جاهزين لقيادة الشركة في المستقبل. وتأتي الشركة السعودية للكهرباء في الترتيب الخامس بين الشركات السعودية المفضلة من الخريجين حديثاً. وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية تجاه منسوبينا، حرصنا على تهيئة بيئة عمل مناسبة وتوفير خدمات صحية عالية الجودة لهم ولأسرهم، سواء عبر عيادات طبية في مراكز العمل الرئيسية، ومن خلال التعاقد مع كبريات المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة. كما وفرت أندية وملاعب رياضية مجهزة بأحدث الأدوات الرياضية بمعظم مناطق الأعمال، يمكنهم من خلالها ممارسة كافة الأنشطة الرياضية هم وأبناؤهم. ولكونها شركة كبرى لديها العديد من المنشآت والمحطات والمباني في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، فإن مبدأ الأمن والسلامة جزء هام في طبيعة عملها وأعمالها. لذا أولت الشركة مبدأ السلامة اهتماماً خاصاً، وبدأت في تطبيق برنامج السلامة 5 نجوم وترسيخه لدى جميع منسوبيها ليصبح منهاج عمل لديهم، حفاظاً على حياتهم وعلى ممتلكاتها وأصولها. ولسنوات طويلة حرصت السعودية للكهرباء على توطين الصناعات الكهربائية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أصبح أكثر من 70% من مشترياتها من السوق المحلي يتم توفيرها عبر 475 مصنعاً بأكثر من 80 مليار ريال. نعمل بإتقان من أجلكم، شعار نلتزم به أمام مشتركينا، ونعمل على تحقيقه من أجل هذا الوطن، ومن أجل أن نحقق رؤى وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، لتقديم خدمات كهربائية تليق بالوطن والمواطن.